مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس الإملاء. في درس اليوم سنتعرف على الألف الممدودة والألف المقصورة. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا على بركة الله. إذا في البداية سوف نقرأ هذا النص، هيا تابعوا معي. عندما حل فصل الصيف سافرت هدى إلى مدينة سلا لقضاء العطلة عند العمة دنيا. أعيد قراءة النص وإقرأوه معي. عندما حل فصل الصيف، أحسنتم، سافرت هدى إلى مدينة سلا لقضاء العطلة عند العمة دنيا. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. إلى أين الآن؟ إلى أين سافرت صديقتنا هدى؟ إلى أين سافرت هدى؟ جيد، أحسنتم. سافرت هدى إلى مدينة سلا. تعرفون مدينة سلا؟ أين توجد؟ أين تقع؟ أحسنتم، هي توجد جوار مدينة الرباط، عاصمة المغرب. ما هو النهر المشهور في مدينة سلا؟ ما هو النهر الكبير الموجود بمدينة سلا؟ جيد، إنه نهر أبي رقراق. نهر أبي رقراق، وهو نهر كبير من كبار أنهار المغرب. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. الآن لاحظوا معي هذه الكلمات: عندما هدى إلى سلا دنيا. اسمعوا جيدا، بماذا تنتهي هذه الكلمات كلها؟ ها؟ أحسنتم، كلها تنتهي بالألف، نمدها في النهاية بالألف. أعيد الاستماع جيدا. عندما هدى إلى سلا دنيا، لاحظتم كلها تنتهي بالألف. إذن الألف هنا ينطق بنفس الطريقة، لكن لاحظوا الآن هذه المجموعة من الكلمات. عندي هدى إلى، لاحظوا، هدى إلى، هدى إلى، تنتهي بالألف، جيد، ولكن كيف هي هذه الألف؟ كيف تكتب؟ لاحظوا، أحسنتم، إنها ألف مقصورة، تسمى هذه الألف ألف مقصورة. أعيدوا معي، ألف مقصورة. جيد، أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. لاحظوا الآن المجموعة الثانية من الكلمات: عندما سلا دنيا، هي أيضا تنتهي بالألف، ولكن كيف هي هذه الألف؟ لاحظوا، أحسنتم، إنها ألف ممدودة، ألف ممدودة. إذا هذه الألف تسمى ألف ممدودة. أعيدوا أبنائي، جيد، ألف ممدودة. إذا ما الذي نلاحظه؟ ما الذي يمكن أن نلاحظه؟ لنقارن بين الألف الممدودة والألف المقصورة. عندما نقارن بين الألف المقصورة والممدودة ماذا نلاحظ؟ جيد أبنائي، نلاحظ أن الألف المقصورة والألف الممدودة تتساويان، تتشابهان، تتطابقان من حيث النطق. كلاهما تنطقان بنفس الطريقة، هدى عندما بنفس الطريقة، ولكن ماذا؟ أين تختلفان؟ أحسنتم، تختلفان في الكتابة، عند كتابتهما فكتابتهما مختلفة، لذلك علينا أن ننتبه عند كتابة الألف في نهاية الكلمة. دائما نتحدث هنا عن الألف في نهاية الكلمة، الألف الممدودة أو الألف المقصورة في نهاية الكلمة. إذا تكتبان بطريقة مختلفة، وإن كانتا تنطقان بنفس الطريقة. واضح؟ إذا ماذا نستنتج؟ الاستنتاج، نستنتج أن الألف المقصورة والألف الممدودة
في آخر الكلمة تتشابهان في النطق، تتشابهان في النطق وتختلفان في الكتابة، وتختلفان في الكتابة. إذن الألف المقصورة والألف الممدودة في آخر الكلمة تتشابهان في النطق وتختلفان في الكتابة. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. إذن الآن سوف ننجز هذا التمرين لنميز بين كتابة أو الكلمات التي تكتب بألف ممدودة والكلمات التي تكتب بألف مقصورة. إذن على بركة الله سنتم هذه الكلمات. لاحظوا كيف ننطقها، لاحظوا كلها ننطقها بألف بألف، ولكن كيف نكتب هذا الألف لا ندري. إذن سنتدرب على ذلك. رعى، سقى، دنا، حتى، دعا، سلمى، نما، صحى. ده كلها تنتهي بالألف، بالألف، ألف المد. نعم، ولكن كيف سنكتبها؟ هل سنكتبها بألف مقصورة أم بألف ممدودة؟ هيا مستعدون لننجز هذا التمرين؟ هيا بنا. إذن رعى كيف سنكتبها؟ أحسنتم، نكتبها بألف مقصورة. أحسنتم، رعى نكتبها بألف مقصورة. إذا سأكتبها كذا، رعى. من يعطيني جملة تصدر من رعى؟ أحسنتم، رعى الراعي الغنم. جيد، بارك الله فيكم. الآن سقى، كيف نكتب الألف في سقى؟ مقصورة أم ممدودة؟ أحسنتم، أحسنتم، هي أيضا تكتب مقصورة. سقى يسقي، إذا فهي تكتب مقصورة. من يركبها في جملة؟ نعم، أحسنتم، سقى الفلاح الحقل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا دنا، تعرفون ما معنى دنا؟ دنا أي اقترب، أنا أقترب منكم الآن، أبتعد وأقترب. نعم، دنا، أنا أدنو منكم، دنا يدنو. نعم، إذن كيف نكتب الألف هنا؟ ممدودة أم مقصورة؟ أحسنتم، نكتبها ممدودة. دنا يدنو، نعم، دنا، هكذا نكتبها ممدودة. من يركبها في جملة؟ نعم، مثلا دنا العصفور من الشجرة، أي اقترب من الشجرة. أحسنت، دنتي الفراشة من الزهرة. أحسنتم، أي اقتربت. أحسنتم. الآن حتى، كيف نكتب الألف في حتى؟ أحسنتم، نكتبها مقصورة هكذا، حتى. نصوم، نصوم، من يركبها في جملة؟ نعم، أصوم من غروب، من من يعني من الفجر، من 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 الفجر إلى غروب الشمس، أو حتى غروب الشمس، حتى. نعم، الآن دعا، نعم، كيف نكتب الألف؟ ممدودة أم مقصورة؟ لا لا لا، نكتبها مقصورة، بل نكتبها كيف؟ ممدودة. دعا يدعو، إذا نكتبها ممدودة. أحسنتم، دعا مثل دنا، دعا مثل دنا. هيا من يركبها في جملة؟ أحسنتم، دعا الأب لابنه، أو مع ابنه. نعم، دعا الأب ابنه، دعا الأب ابنه، دعا يدعو. أحسنتم. الآن سلمى، هيا كيف نكتب الألف؟ جيد، بارك الله فيكم، نكتبها مقصورة. نعم، لأنها اسم، اسم بنت تسمى سلمى. أحسنتم، هيا من يركبها في جملة؟ جيد، راجعت سلمى دروسها. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا نما، من يركب نما في جملة؟ هيا، لا، قبل ذلك كيف نكتب الألف؟ مقصورة أم ممدودة؟ نما ينمو. أحسنتم، نكتبها ماذا؟ ممدو
ممدودة، لسا نكتبها هكذا ممدودة مثل دنا ودعا، نكتب نما هكذا بالألف الممدودة. من يركبها الآن في جملة؟ هيا. نعم أحسنتم، نما الزرع، نما الزرع، أحسنتم بارك الله فيكم. ثم الكلمة الأخيرة هنا صحا، هيا كيف نكتبها؟ صحا يصحو، كيف نكتبها؟ الألف ممدودة أم مقصورة؟ مقصورة؟ لا لا ليس، لا لا نكتبها مقصورة بل نكتبها ممدودة، صحا يصحو، إذا سنكتبها ممدودة هكذا مثل مثل نما. يعني من يركبها في جملة؟ صحا، ما معنى صحا؟ أي استيقظ. هيا من يركبها في جملة؟ جيد، صحا الولد من النوم باكرا، أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم. إذا لاحظوا هذه الكلمات التي لدينا هنا كلها تنتهي بالألف، ولكنها تختلف من حيث الكتابة. إذا لاحظوا رعى سقى، عفوا لا نضع نقاطنا هكذا، رعى سقى حتى سلمى وكلمات أخرى تكتب بألف مقصورة، وهذه الكلمات دنا دعا صحى نما تكتب بألف ممدودة، أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم. إذن في المنزل ستكتبون هذا الملخص وتراجعونه، وأيضا تبحثون عن كلمات تكتب بالألف المقصورة وعن كلمات أخرى تكتب بالألف الممدودة، أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم وإلى اللقاء.